للشارجة عن طريق سالم خميس، كرة ومحاولة خطرة، جول جول. المباراة القادمة في الجولة الرابعة نستضيف هونغ كونغ في 15 من نوفمبر، وبعد ذلك في الجولة الخامسة نستضيف فيتنام، يعني مباراتين. هنا كرة خطرة خطرة خطرة، جول جول جول. الله يا سلام على تمريرة جميلة وخطرة من محمد الشحي، وخطرة جول خطرة جول جول.